فات يا جماعه؟ مش قادره اكمل. لا يا رانسي هتخسري. الاكل هتخسره بعدين. انا شجعهم. انا هطلع من التحدي. هنفوز ان شاء الله. هموت من الحر. هموت من الحر. خلص. انا ورانسي خلصوا. برافو. انا خلصت يا رانسي. خلصتي؟ طب وري الناس الطبق بتاعك. يلا قادره. طب العصير انت ما خلصتش العصير. لا انت خلصت. لا انا مخلصه. خلاص. لا لا خلصت. تاني مرة فرشت وعوشك. ودي بيحط الفراخ في جيبه. ما تقول ما انتش عيلة. ودي بيحط الفراخ في جيبه. بينصب. لا والله لا. لا والله لا. ودي يطلع بالفراخ من جيبك. والله لا. فتشوه عشان تعرف اذا كنت كسبته ولا لا. يلا بودي بسرعة هتخسروا كده. بس 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 بودي هما بيعملوا كده عشان انت تخسر. يلا بودي. وللمرة التانية بودي قرب يكسب.
والله مش صعب يعني. حطهم كلهم. قولي. يا بودي هنشرب العصير، اشرب العصير وخلص يا بودي. والله صعب. ممكن نعمل استغماية او بمعنى اصح هايد اند سيك في مكان كبير قوي قوي قوي، بس انتوا لازم تعملوا حاجة، لايك وسبسكرايب وشير وتابعوا القناة وفعلوا الجرس. اهم حاجة، ماشي يا جماعة، اهم حاجة انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس، وتنسوش اهم حاجه انكم تتابعونا في التحديات القادمه. ولو كملتوا معانا لحد دلوقتي يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك اشتراك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تعملوا كومنتات كتيره لايكات كتير كتير. باي.